نحن الآن في تلول الصفا التي تتألف من مجموعة من التلال البركانية الممتدة على مساحة لا تقل عن 400 كيلومتر مربع، والواقعة شمال شرق السويداء وجنوب شرق العاصمة دمشق، وتبعد 130 كيلومترا عن قاعدة التلف الأمريكية. هذه المنطقة تبدو معنا في الصورة طبيعتها الصخرية البازلتية التي شكلت مجموعة من الحفر والأودية التي اختبأ بها مسلحو داعش لتكون حصنا منيعا لهم حمتهم من ضربات الجيش العربي السوري. طول الصفا ذات طبيعة بركانية صعبة وجروف صخرية قاسية وانهدامات ذات ارتفاعات شاهقة. اليد الثقيلة صعب انه تمشي على هذه الارض، فقط مع الاسلحة الخفيفة عبارة عن قناصات واسلحة خفيفة ورشاشات بكيسيه. هذه المنطقة المنيعة الحصينة استخدمها مسلح داعش لينطلق بهجوم اتجاه الريف الشرقي لمحافظة السويداء، موقعين مئات القتلى والجرحى وثلاثين مخطوفا. تحرير هذه المنطقة كلف الجيش عمليات طويلة امتدت أكثر من 3 أشهر بسبب طبيعة هذه المنطقة واحتياجه إلى الهجوم البشري فقط دون استخدام أي آليات نظرا لطبيعة هذه المنطقة الصخرية. كلفت القوات الخاصة باقتحام هذه المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين، اعتمد على العنصر البشري وعلى اللياقة البدنية وعلى المهارة في القتال، في قتال الجبال وهذه المناطق ذات الجغرافيا الصعبة. كنا نتقدم وثبات وثبات وثبات، كل وثبة تقريبا 3 كيلومتر، نتمركز ومحارس. المعارك تمت بهذه الجروف الصخرية والقضاء عليها، ومن قتل قتل ومن لاذ بالفرار باتجاه البادية الشرقية الشمالية. مع إتمام سيطرة الجيش العربي السوري على طلول الصفا يبقى أمامه اليوم ما تبقى من هؤلاء المسلحين ومن هرب منهم تجاه شرق البادية السورية، آخر معاقل مسلحي داعش. لقناة CGTN العربية من طلول الصفا شمال شرق السويداء، يعرب خير بك.